قبل حلق مساء الخير اعزائي المشاهدين. النهارده بنقدم لكم حلقه جديده من برنامج صوتك مسموع. النهارده هنناقش معانا قضيه، وهي القضيه الاغلب على الشارع المصري، ومش على مصر بس، لا ده على الوطن العربي والعالم كله. النهارده هنناقش موضوع الحرب الشرسه للعدو الخفي. طبعا احنا بنشكر الجيش الابيض الاعزل اللي هو بيحارب بعلمه وبفكره، مش بالاسلحه وبالسطر وبالذخيره والمتفجرات والديناميت، لا احنا النهارده بنحارب بالفكر وبالعلم اللي احنا يمكن للاسف كنا اتنسينا العلم ده. دلوقتي هنروح للمنترو بتاعنا وهنرجع نكمل حلقتنا. أعزائي المشاهدين رجعنا مع بعض تاني، وعايزين نسأل نفسنا سؤال: كورونا هو الأسوأ أم الأسوأ لم يأتي بعد أم الأسوأ جاء وانت؟ كلنا عارفين أن الطاعون جاء سنة عام 1347، حصد تقريبا 200 مليون إنسان. الإنفلونزا الأسبانية ضحاياها كان 100 مليون إنسان عبر العالم. الحرب العالمية الثانية كان ما يقرب من 60 مليون. كورونا لغاية دلوقتي هو مرض هش وليس قوي، يعني ضحاياه مش كتير، تقريبا 1,100,000 لحد امبارح. دي الاحصائيات اللي احنا شفناها وتابعناها كلنا امبارح. عدد ضحايا كورونا او المصابين بكورونا كان 1,070. فعايزين نقول ان كورونا الى الان هو فيروس ضعيف، ولكن علينا ان احنا كلنا ما نستهنش بيه، لان الاستهانه في المرض ده هو مش استهانه، لا هو خيانه. خيانه مش للوطن، لا خيانه للاسره، وخيانه للاخ والصديق والزوج والزوجه. كلنا لازم نحافظ على بعض، كلنا لازم نهدى كده ونعرف ان كورونا ده هنواجهه بشجاعه. بس الشجاعه دلوقتي مش ان احنا نمسك اسلحه ونواجه، لا، الحرب الايام دي هي حرب ضروس ضد هذا المرض الفتاك اللي هو ما بيتكاثرش ولا له اي لازمه خارج جسم الانسان. يعني كل المطلوب مننا ان احنا نلتزم بالبيوت، وان احنا نخلينا في بيتنا، وان احنا نحافظ على اسرتنا وعلى اهلنا، وان شاء الله تكون الايام كلها خير علينا، وان شاء الله المرض اللي عندنا ينتهي قريبا. زي ما حضراتكم كده شايفين، شفنا امبارح سيادة وزيرة الصحة الدكتورة هالة سعيد، شفنا الدكتورة امبارح ادي الصور معانا وهي في المطار في روما. ده وزير خارجية ايطاليا وهو بيشكرها الصراحة على المساعدات المصرية اللي وصلت امبارح ايطاليا. في ناس امبارح للأسف هجمت الدولة المصرية، ان انتوا ازاي يعني ما بت ازاي ان احنا نبعت مساعدات لايطاليا واحنا عاوزين المساعدات دي. لا، احنا المساعدات دي اولى بينا. المساعدات دي شعب ايطاليا شعب عاوز، ان احنا محتاج المساعده دلوقتي، ومحتاج ان احنا كشعب قوي، وان مصر دلوقتي هي القوه التاسعه على العالم، انها دلوقتي تقدر تساعده وتقدر تقف جنبه. مش بس ده، فاحنا نتمنى الناس اللي بتهاجم وبتهاجم الدوله المصريه من المنطلق ان المساعدات بتوصل للصين وبتوصل ايطاليا، لا، كلامكم غلط وغير صحيح. مصر بتساعد من منطلق القوة ومن منطلق الشجاعة ومن منطلق الإنسانية. مصر دولة ما بتنساش أبدا العالم، مش بس الأشقاء في الدول الخليجية والدول العربية، لا، احنا ما بننساش أي حد في العالم، وده توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الخبر الثاني ان احنا شفنا وزير الأوقاف بيتكلم ان رمضان السنة دي ممكن يكون، ده ما نتمنهوش، ان هو يكون بدون موائد رمضانية وبدون فتح المساجد في رمضان. دي الصورة معانا وده الخبر اهوت. شفنا هو بدون 2020 بدون تراويح وموائد رحمن وخيام رمضانية وشيشة ومقاهي، استمرار غلق المساجد حال تفاقم أزمة كورونا وتزايد أعداد المصابين، والبقاء بالمنازل والالتزام بالضوابط الصحية وتعليمات
الوقاية الحل لمواجهة الفيروس، ده اللي احنا عايزين نقوله. وبنقول هنا تكملة الخبر: ما زالت أزمة انتشار فيروس كورونا تطل برأسها على الشارع المصري بعد ارتفاع عدد الإصابات لا يقارب نحو 1000. احنا كلنا عارفين ان عدد الإصابات وصل امبارح 1070 حالة، رغم ان انخفاض الحالات من 120 ل 85 حالة. ده كلنا يعني لازم يعني الأول لازم نشكر التوجيهات، دلوقتي نشكر ربنا سبحانه وتعالى، ثم التوجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه الأزمة. زي ما حضراتكم شايفين يعني تكملة الخبر، وزيرة الصحة وهي في إيطاليا، مصر مش مستنية المليون كمامة اللي هي وصلت هناك. احنا شفنا النهارده دولة زي تركيا في العظمة وفي في الإمبراطورية، وإنها بتحاول تعيد السلطنة من تاني، بتيجي دلوقتي تهاجم الدولة المصرية. وشفنا دي طيارة للأسف الصينية اللي وصلت تركيا، ده بتاخد يعني ده عايزين نقول ده يعني قرصنة تركية للطيارات بدون أي إنسانية وبدون رحمة. الطيارات دي عايزاها دولة زي أسبانيا، أجهزة تنفس وكمامات. للأسف تركيا سيطرت عليها في بلادها وقالت إن الجمارك بتفحص هذه الشحنات وبتشوف ما يعني هيكون إيه اللي في الطائرات دي الآن وهي بتمر من خلال الدولة التركية. زي ما حضراتكم شايفين برضو، رجعنا مع بعض تاني، ان المرض ده مش سهل ولازم كلنا ما نستهترش بيه، ولازم كلنا نساعد الجيش الابيض. الجيش الابيض اللي هو الاطباء وطاقم التمريض والاداريين. سمعنا خبر بالامس للاسف، اول امس، ان معهد الاورام للاسف تم اصابه فيه 17. بعد كده عرفنا ارتفاع الحالات، وعرفنا ان تم اقاله مدير المعهد لتراخيه. لا، هو مش قصه تراخي ولا حاجه، لا، هي القصه ان دلوقتي ممرض للاسف كان يقال ان هو بيعمل في مستشفى 57 357، وشفنا النهارده الدكتور مدير معهد مستشفى 57 357 للسرطان بتاع الاطفال، ان هو بينفي ان هو الممرض ده بيعمل داخل المستشفى، وان الحمد لله مستشفى 57 357 امنه تماما من الفيروس. ودلوقتي احنا هنعمل مع بعض الاتصالات دي هتتم خلال الحلقة، وإن شاء الله هتكون انفرادة كبيرة لبرنامج صوتك مسموع. هنروح إعلان دلوقتي، وبعد الإعلان عبال ما نجهز كده مع بعض هنروح نسأل نشوف الانفرادات اللي احنا النهاردة هنقدمها لكم من الألوية، من محافظة الألوية. وهنرجع هنكلم هنسأل برضه هنكمل سؤالنا اللي احنا قدمناه في أول الحلقة: هل الأسوأ أتى أم لم يأتي بعد؟ احنا المفروض نلتزم ونقعد في البيوت، ولا المفروض نخرج وللاسف نعيد السيناريو الايطالي، ان الناس كلها ما استهترتش. كلنا عارفين ان ايطاليا متشابهه جدا للشعب المصري، متشابهه ان الايطاليين عندهم الاسره دي حاجه عظيمه، حتى لو هيموت لا لازم التفكك الاسري، لا مش عند المجتمع الايطالي. فخلينا نقول ان المجتمع الايطالي هو يشبه الى حد ما المجتمع المصري، بس احنا عايزين نحافظ على نفسنا من الخطا ان انا اعمل التجربه مرتين وان انا انتظر نتائج مختلفه. شفنا دول متقدمه قوي صحيا والنظام الصحي انهار، وشفنا الجثث مترميه في توابيت، وشفناها مترميه على الارض. وللاسف يعني لازم ما نراهنش على الاطباء اكتر من كده، ولازم ما نراهنش على النظام الصحي في مصر اكتر من كده. احنا بنعترف ان احنا دوله قويه ودوله ان شاء الله هتواجه المرض، ومش اول ازمه ولا اخر ازمه هتواجهنا، بس كفايه يعني طاقم التمريض والاطباء والاصحاء اللي هم موجودين داخل المستشفيات العاجل دلوقتي، دول اخواتنا واهالينا ولهم اهل ونفسهم يرجعوا لاهلهم. فلازم ان احنا نحافظ، ده هم 10 ايام لازم نلتزم بالبيت والمنزل خلال ال 10 ايام دي. مش لازم ان انا اخرج دلوقتي، شفنا الناس اللي بتخرج تتمشى في اسكندريه وفي العين السخنه، لا ده وضع غلط، ده وضع ما فيش وعي، للاسف ما فيش وعي في المناظر دي. ازاي نعمل كده وان الدوله بتدي اجازات وبتدي راحه ان ممنوع الخروج؟ اكيد الدوله مش بتأيدنا ولا بتأيد حريتنا من السجن كبير، لا هو سجن احنا بنحافظ على نفسنا وبنحافظ على صحه اطفالنا. بنشوف الام اللي توفت في احدى المستشفيات واولادها للاسف ما رضوش يستلموها، ليه؟ لان المرض لعين وفيروس لعين. اخرج ايه واستلم ام ايه؟ دلوقتي معانا احد الجنود الخفيه اللي بتعمل في صمت، اللي بصراحه كل الشعب المصري دلوقتي بيشكرها، وده يعني بنشكره من موقعه دلوقتي، وان شاء الله يرجع لاهله سالم غانم وربنا يطمنا عليه. معانا الدكتور عماد عطا عطايا، ده مستشفى بنها الجامعي، وهو انتدب لمستشفى اها في العزل الصحي. مساء الخير يا دكتور.
مساء النور، ازي حضرتك يا دكتور اسلام؟ عامل الاخبار؟ ربنا يطمنا عنك الاول يا دكتور. الصوت عند حضرتك واطي شويه، ممكن حضرتك بس تعلي الصوت بعد اذنك؟ ربنا يطمنا عليك يا دكتور. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك يا دكتور، وان شاء الله نسمع عن حضرتك كل خير. حضرتك مع حضرتك في الاستوديو. دكتور احنا شفنا شجاعتك وحضرتك معلن على ده على الفيسبوك ان حضرتك رايح لمستشفى العزل. حضرتك واجهت القرار الانتداب ده ازاي يا دكتور؟ لا هو عادي طبعا، هو ده حاجه متوقعه بالنسبه للاطباء عموما، يعني احنا كاطباء عموما في الظروف اللي زي دي اكيد لازم احنا نكون اول ناس على في الموضوع ده يعني. فكلنا عرضه للموضوع ده. احنا عندنا الجيش والشرطه مثلا في ظروف الحرب تلاقيهم اول ناس، مفيش حد بيعترض. تمام. احنا برضو كاطباء في ظروف الوباء او في ظروف اي حاجه زي دي طبيعي ان احنا نكون اول ناس ونكون خط الدفاع الاول عن البلد ان شاء الله وعن الناس باذن الله. احنا شفنا يا دكتور يعني صوره لحضرتك من داخل مستشفى العزل دلوقتي موجوده دلوقتي، احنا عرضنا على شاشه البرنامج وشفنا تأييد كبير قوي والناس بتشجع، ومعروف ان الدكتور عماد عطا شخصيه محترمه وشخصيه جميله. ده اللي احنا شفناه واكتشفناه من على الفيسبوك وعلى صفحتك الشخصيه، وبصراحه يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا يخلي حضرتك. والله هو بص، هو دور الطبيب عموما في مجاله هو لازم يكون كده، لازم يكون انا بتكلم لازم يكون محبوب من زملائه ومن التمريض ومن العمال اللي موجودين في المستشفى، من اصغر واحد لحد اكبر واحد في المستشفى كلها، يعني من العامل قبل الطبيب. ان شاء الله يا دكتور هنطمن عنكم قريبا، وان شاء الله تكونوا معانا في وسطنا، وان شاء الله يكون ما فيش الفيروس ده ما يتكسرش تاني داخل الانسان المصري، ونشوفه منتهي قريبا. دكتور عايز برضه اسال حضرتك سؤال بعد اذنك، يعني شايف الانفراجه في الفيروس والقضاء على الفيروس ده قريبا؟ الايه؟ القضاء على الفيروس ان شاء الله يكون قريب؟ والله ان شاء الله ربنا يسهل، احنا والله ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يسهل وتزول الغمه ديت، وان شاء الله باذن الله الدنيا تتحسن عن كده باذن الله. بس اهم حاجه زي ما بقول لحضرتك، وطبعا في نصايح للناس، الناس لازم تعملها يعني. تمام. يعني هو مش يعني الناس مش تفضل تخرج في الشارع ونقول ان شاء الله الظاهره هيمشي، لا طبعا لازم الناس تلتزم بالاجراءات، لازم الناس تلتزم وتقعد في بيوتها. يعني حضرتك بتوجه لهم الرساله ايه دلوقتي يا دكتور بعد اذنك؟ والله بص، هو احنا قاعدين هنا في الحجر 14 يوم، تمام؟ بعيد عن اهالينا، والله اعلم هم 14 يوم بس ولا ممكن تزيد عن كده. احنا سمعنا ان هي هتبقى 28 يا دكتور. ما انا بقول لحضرتك يعني احنا قاعدين 14 يوم وممكن تزيد، علشان خاطر الناس يعني احنا بنطالب الناس بس تقعد في بيوتها، احنا بنتمنى ان احنا نقعد في بيوتنا، نتمنى ان احنا نكون في بيوتنا. يعني احنا بعيد عن اهالينا علشان خاطر الناس تبقى كويسه. ما بنطالبش من حد مثلا انه ينزل شغل، ما بنطالبش من حد انه مثلا يعمل مجهود خرافي، لا ده الموضوع بسيط جدا، اقعد في بيتك وسيبنا احنا بقى نشتغل، يعني نشتغل مع الحالات اللي خلاص ربنا شاء وان جالها فيروس كورونا، فانت اقعد في بيتك، يعني احمي اسرتك واحمي اهلك. دي رسالة حضرتك النهارده من البرنامج يا دكتور، ان الناس تلتزم والناس تقعد في البيوت، ودي رسالة انا والله مش الشعب المصري بس. اتفضل يا دكتور. نفسنا الناس تاخد الموضوع بجديه شويه، لان احنا لحد دلوقتي والله احنا في ناس كانت بتقابلنا في الشارع تقول يا جماعه هو موضوع كورونا بجد ولا اشاعات؟ يعني لحد قبل ما نيجي يا جماعه اشاعات ازاي؟ امال بالنسبه للحالات الموجوده في المستشفى، بالنسبه للحالات اللي بتتعب، بالنسبه للحالات اللي بتموت، اشاعات ازاي؟ لازم الشعب المصري يكون اوعى من كده شويه. ده يا دكتور اللي احنا شفناه بالفعل في المجتمع الايطالي وفي المجتمع الاسباني وفي المجتمع الفرنسي، ان الناس رانت والناس ما استدركتش معنى او المخاطر ديت، وقالت لا ما فيش كورونا وما فيش حاجه زي كده، وخرجت للشوارع وزي ما هي، وشفنا انهيار اكبر الانظمه الصحيه في العالم، وللاسف الناس بتران على النظام الصحي في مصر. بس كارثه حصلت عندهم، كارثه في الشعب الايطالي والشعب الاسباني والشعب الامريكي نفس الكلام. تمام. بس انا مش هقول لحضرتك هو الموضوع سهل، يعني هو صعب طبعا ان انت تطلب من حد ان هو مثلا يبعد عن شغله او يفضل جوه بيته او كلام من ده، بس خلاص هو انت مطالب بكده ومفيش قدامك غير كده، عندك خيارين. الالتزام يعني مثلا هنخسر خسائر ماديه بسيطه مثلا في الفتره اللي الناس مش هتخرج فيها دي، بس مش عايزين خسائر في الارواح. ما انت لو انت حضرتك بتخرج دلوقتي علشان ايه؟ علشان اهلك، علشان بيتك، ما هو في نفس الوقت انت لما تخرج عشان تجيب لهم مثلا اكل او عشان تجيب فلوس او الكلام ده كله، انت ممكن تجيب لهم المرض في نفس الوقت. تمام دكتور. الخسائر الخسائر الماديه تتعوض، انما خسائر الارواح صعب جدا انها تتعوض. ما فيش مقارنه اصلا يا دكتور. بالظبط. يعني ما فيش مقارنه. دكتور يعني انا مش عايز اسال حضرتك اسئله ثانيه تتعلق بالجانب الصحي والاعداد وكل حاجه، وبصراحه احنا بنشكر لحضرتك على المداخله ديت، و يعني شكرا يا دكتور. ان شاء الله نتمنى على سيادتك قريب. دلوقتي ده كان الدكتور عماد عطا عطايا، هو من المنتدبين، من الستة المنتدبتهم جامعة بنها بالعزل الصحي بقى. الدكتور طبعا التخصص اللي موجود دلوقتي في العزل مستشفى الرعاية المركزة الفائقة، وده أحد الشخصيات المحترمة اللي نتمنى نسمع عنه كل خير، الدكتور عماد، وبعض التخصصات التانية. دلوقتي قضية تانية هنناقشها، القضية دي مسيطرة على الشعب المصري
ومسيطره على الطلاب والجامعيين. بنتمنى لهم كل توفيق، وانا عارف انها بتبقى سنه صعبه، خاصة لو واحد في سنة التخرج السنة دي، يعني سنة مؤلمة بالنسبة له وقاسية. هو عارف، هو متعود على رتم معين ومتعود على حاجات معينة بينفذها وبيطلبها، سواء مشاريع تخرج وسواء كحاجات كتير. طبعا دلوقتي العمل متوقف في كل ده، ولا مشاريع تخرج بيقدر يصور، ولا جامعة بيقدر يمارس منها، ولا أي حاجة. هو التعلم عن بعد، التعليم عن بعد ده طبعا احنا كلنا طول عمرنا بنشهد بيه، بنقول ليه ما يبقاش عندنا تابلت، وليه ما يبقاش عندنا كمبيوتر، وبدل ما اروح المدرسه والاعداد تزايد او الجامعه، اسف اني لا، يعني لازم يبقى فيه تابلت، لازم يبقى فيه محاضرات اونلاين. ده اللي احنا طول عمرنا بنتكلم فيه. جينا لما عند تنفيذ القرار قال لك لا، البنيه التحتيه المصريه غير مجديه لذلك. طب ايه هي؟ وشفنا بيانات اتحاد الطلاب لجامعه القاهره وجامعه بنها، وهتكون معانا دلوقتي موجوده على الشاشه. شفنا لا، ان بعض الطلاب للاسف الشديد ما عندهمش الامكانيه ان هم ينشروا احدث التليفونات اللي تستخدم كوسائل الاتصال، وان هو يقدر يتواصل مع الدكتور بتاعه في محاضره اونلاين، او المحاضره يقدر ينزلها بي دي اف. كتير قال لك لا احنا مش هنقدر. هو ده اللي احنا شفناه. ممكن البيان بعد اذنك، البيان يبقى موجود على الشاشه، ادي البيان معناه. ده اتحاد طلاب جامعه المصريه، موجه للسيد الاستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، خالد عبد الغفار عفوا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ده البيان، توجيهاته، وان هو رايح في محل ان هو لا، البنيه التحتيه غير متوفره لذلك، وغير وان هم الدارسين بالجامعات المصريه بيطالبوا الوزير الدكتور خالد عبد الغفار بتحديد المنهج العلمي لحد 15/3 اللي هو 15 مارس، يعني تحديدا اللي هو قبل تحديد فيروس كورونا، وقبل الحجر الصحي في المنازل، ان هو الناس تقعد تستنى في المنازل وتقعد تلتزم بالبيت، وقبل قرار اغلاق الجامعات المصريه 14 يوم. دلوقتي هنشوف معانا تقرير احنا عاملينه عن الشباب المصري، ايه رايه في التعليم الاونلاين. فيديو. محمود مسعد رضوان، طالب في كليه الصيدله جامعه الزقازيق. طبعا وزاره التعليم العالي اصدر القرار باستكمال الترم الدراسي للجامعات عن طريق التعليم عن بعد. فالتعليم عن بعد فرض علينا، يعني مش رفاهية ولا اختيار، في ظل انتشار وباء كورونا كوفيد-19 في دول العالم كلها دلوقتي ومنها مصر. فطبعا التعليم عن بعد له مميزات، منها انك هتوفر الوقت، بدل ما تضيع مثلا متوسط 8 ساعات عشان محاضرتين ولا ثلاثة، لا انت هتقعد في البيت مش هتضيع وقت، هتوفر جهدك بدل ما تروح الكلية وترجع تعبان، لا انت هتبقى يومك عادي كانك قاعد في البيت في اجازه، بس هتذاكر في البيت ماشي. فالتعليم عن بعد برضه زي ما له مميزات قلناها له عيوب. هو اول عيب اللي هو غياب التفاعل بين طالب والدكتور. طبعا مفيش مثلا حته انك تقول يا دكتور مثلا عيد الحته دي تاني، يا دكتور اشرح لي دي تاني، مش فاهم الحته دي. هو الدكاتره فكرتها عن التعليم عن بعد انك هتجمع الطلبه في جروب على تطبيق من التطبيقات وترمي لهم باور بوينت وتمشي، انت كده خلاص كده عملت اللي عليك والمحاضره اتشرحت. لا طبعا الفكره مش كده، في يعني مش كل الناس بتفهم كده، مش كل الناس هتفهم بالطريقه دي. فلازم يعني ايه نحط نفسنا مكان الطالب ماشي، ونحاول يعني ايه نوصله معلومه بطريقه احسن من كده. كده انت مش الطالب مش هيفهم حاجه، فلازم نسال الطلبة عن رايهم. نقدر مثلا نساعدكم ازاي، نطور التعليم، نطور يعني اللي احنا بنقدمه ازاي. لازم نطور حته الشرح والاسلوب بتاع العرض. اصل انت يعني مش هتقدم لي المحاضره بتاعتك وتقراها وتقول لي خلاص كده شرحت. ممكن تقدمها من غير ما اشرحها خلاص، انا كمان ممكن اقراها، بعرف اقرا يعني، فاهمني؟ فلازم نطور من حته الشرح والعرض. زي ما حضراتكم كده مستمعين، ده احدى طالب في احدى الجامعات المصريه بيتكلم ان هو في بعض الدكاتره بيقول لك خد الماده العلميه هي دي، ابعتها له بي دي اف، او دوس على الايميل بتاعه ويقول له ذاكر انت عيش. هم دي الشكوى. دلوقتي معانا الطالب رئيس اتحاد طلاب جامعه بنها محمد زكي. مساء الخير يا استاذ محمد. الو الو مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟
عايزينك تكلمنا الاول عن التعليم عن بعد او التعليم الاونلاين. احنا كنا بنشوف ان احنا كطلب الجامعات كنا بنناشد بالتعليم ده وان احنا عاوزين نتعلم اونلاين وما نروحش المحاضرات وكلام كتير كده. ايه تعقيبك عن التعليم الاونلاين دلوقتي في مصر؟ هو تمام جدا، العالم كله طبعا ماشي بطريقه التعليم عن بعد، بس الموضوع كله ان لازم اي حاجه بتبتدي خطوات في خطوات لحد ما نوصل لاعلى ليفل، بحيث ان احنا نقدر نقول ان البرنامج ده جاهز للتعامل معاه. للتعليم عن بعد خلاص في مصر مثلا او في الجامعات جاهز ان هو يطبق. هو المشكله ان احنا جينا مثلا من حل، احنا تقريبا معظم الجامعات كانت بنسبه 0% مره واحده بقت لازم تتعامل بنسبه 100%. فطبعا عمر ما في حد في العالم كله يقدر يحول النسبه دي من 0 ل 100% وان الطلبه تستفيد كل الاستفاده الكامله دي. فعشان كده احنا كنا اعترضنا على الموضوع اللي هو لا، احنا تمام متفقين على التعليم عن بعد ودي الطريقه البديله، واحنا اتحطينا في موقف فلازم نستغله، بس لازم نستغله بس بنسبه معينه. ما ينفعش مثلا نخلي الضغط كله على الطلبه، وخصوصا ان الموضوع فيه كتير من الدكاتره بيبقوا مش فاهمين الموضوع لسه، في كتير من الطلبه لسه مش فاهمين الموضوع، ما فيش امكانيات متاحه للطلبه. بس يعني انت شايف دلوقتي ان هو الامر تم بشكل مفاجئ ولا عايزين؟ هو الامر تم بشكل، هو الامر برضه يعني انا لو حطيت نفسي مكان معالي الوزير او مكان حد اللي بيتخذ القرار، فانت ده كان حلك البديل. امر واقع، امر واقع. انت قعدت الطلبه في بيوتها وكده، بس فلازم يتعلموا، فانت استغليت طريقه التعليم عن بعد. بس بالذات نفسه مثلا وزير التربيه والتعليم طلع بعدها باسبوع او ب 10 ايام قال لك ان التعليم عن بعد مثلا احنا لغت الامتحانات من الصف الثالث الابتدائي لحد ثانيه اعدادي، وقال لك اولى ثانوي وثانيه ثانوي هيبقوا نظام امتحان في البيت، بحيث ان هو لغى. وبعدها كمان باسبوع راح طالع لغى المحاضرات او اللي هو الدروس اللي كانت بتنزل لهم بعد 15/3، لانه عارف ان النظام طلع مش هيجيب، مش الطلبه مش هتستفيد منه، مش هيحقق النسبه المطلوبه بتاعته. بعد ما نشر البيان ده يا محمد، يا احمد، انت شايف ازاي نقدر ان احنا ننفذ دلوقتي؟ يعني هل في استجابه تمت فعلا من رئيس الجامعه ولا دون جدوى؟ هو شهاده حق يعني، سواء انا او زمايلي اللي كانوا معانا في موضوع البيان ده ان احنا كلنا كنا كاتبينه مع بعض، هم رؤساء الجامعات متعاونين معانا كلنا، يعني ما فيش خلاف على تعاون رئيس الجامعه معانا. ولما بنروح له باي قصور مثلا بنقول له في مشكله كذا، الدكتور مثلا ما بيشرحش، الدكتور مثلا بيرمي لهم يحط للطلبه بي دي اف في حدود 500 ورقه، فلا هو الدكتور رئيس الجامعه بيتدخل معانا سواء في جامعتي او في اي جامعه ثانيه. هو الموضوع كله ان الموضوع جاي من الوزير، يعني مثلا التعليم عن بعد هو راح الوزير اقره وراح بعته لرؤساء الجامعات، كل جامعه بقى تتصرف في التعليم عن بعد. في جامعات عندها منصات الكترونيه، في جامعات ما عندهاش انترنت اصلا، يعني زمايلنا اللي في الصعيد الموضوع عندهم صعب جدا، يعني بيقولوا ما فيش نت في معظم القرى والاماكن اللي موجودين. طب وبالنسبه لجامعه بنها، انت شايف المنصه الالكترونيه لجامعه بنها او الانترنت المتاح دلوقتي كفيل، او هو الاستراتيجيه بتاعتهم كفيله انها تنفذ التعليم عن بعد ام لا؟ لا 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 لا، جامعه بنها لان معظم الطلبه اللي موجودين بيبقوا جايين من قرى ونجوع، فالموضوع بيبقى صعب جدا. احنا قرينا ده في البيان ان في طلبه جايه من نجوع والكرة، وللاسف دي بيبقاش معاهم الاجهزه الحديثه ان هو يقدر يدخل ويتابع المنصه الالكترونيه للجامعه. بالظبط، اصلا يعني في الطلبه نفسها في معظم الاماكن جايين من كرة بيركبوا مثلا ممكن من حدود 10 مواصلات عشان يوصلوا الكليه بتاعتهم، يعني اللي هو تمام. بيركبوا حاجه ورا حاجه، ومعظم الكرة اللي هم قاعدين فيها اصلا ما فيهاش لا نور ولا صرف صحي. احنا عارفين يعني ان جامعه بنها اقليميه، يعني لما عدد كبير بالظبط كده ما يبقاش متوفر فيها كل الخدمات، اكيد مثلا مش متوفر صرف صحي اللي هو اصلا اهم من الانترنت، وهم بعد كده يجوا يقولوا لهم لا انتوا الانترنت عندكم، يعني هم لا بيبقى عندهم شبكه ولا عندهم مثلا خدمات تليفون ارضي ولا عندهم اي حاجه، فازاي انت بتيجي تقول لهم انا مطالبكم بقى بالمحاضرات اللي نزلت والحاجات اللي انا ببعتها لكم تابعوا معايا على الانترنت والكلام ده. تمام، يعني بتوجه رسالتك ايه دلوقتي لرئيس جامعه بنها او وزير التعليم العالي؟ ما رئيس الجامعه بنها معايا عامل كل اللي عليه، يعني هو احنا عارفين ان دي قراراته بتنفذ. بالظبط كده، تمام معايا وفي حدود. احنا تواصلنا مع الدكتور جمال عشان يبقى معانا في الحلقه دي، بس هو للاسف يعني قبل وقت البرنامج بخلال ثلث ساعه هو اعتذر لوجوده دلوقتي في امتحان بيتابع المنصه الالكترونيه مع رؤساء الجامعات. لكن دكتور جمال بجد يعني في حدود المتاح او في حدود امكانيات الجامعه هو متعاون معانا، واي حاجه الطلبه بتطلبها انا بروح له باي مشاكل للطلبه من كل الكليات بتكون محلوله في خلال ساعه ساعتين بالكثير. هو اللي احنا بنطلبه بس من معالي الوزير ان هو يحط زي قوانين او حاجه
تريح الطلبه وفي نفس الوقت تحقق الاستفاده بتاعت المنظومه. يعني مثلا ممكن يحط في زي ما كنا كاتبين في البيان كده ان احنا هنمتحن لحد الفتره اللي احنا كنا بنروح فيها الكليه وبنتعامل مع الدكاتره بتوعنا وش الوش وبنستفيد طبعا. منهم وبنسال. طب محمد بدون قطع كلامك، انت شايف ان هل بيتم فعلا، يعني جت اكتر من شكوى من طالب ان في دكاتره داخل الجامعه بيقول خد المحتوى هو ذاكر؟ طبعا تم فعلا؟ تم في ده ومش طب اتواصلتوا مع الدكتور جمال او رئيس الجامعه او عميد كل جامعه وتواصلتوا ان الدكتور ده بيبعت الماتيريال جاهز كده يقول ذاكروا انتوا عيشوا؟ لو بنبلغ رئيس الجامعه على طول. طب انا هل في اجراءات اتخذت ولا لا؟ ايه؟ في اجراءات اتخذت مع الدكاتره دي ولا؟ يعني عندنا في جامعه بنها اللي اعرفه ان رئيس الجامعه بيتواصل على طول مع عميد الكليه وبيجيبوا الدكتور في ساعتها او بيكلموه بالتليفون وبيمسح اللي هو بعته. طب خليك معانا محمد دقيقه واحده، معانا الدكتور عبير الرباط عميد جامعه بنها بكليه الاداب. مساء الخير يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتوره يعني شايفه حضرتك يعني ايه التحديات في التعليم الاونلاين النهارده في مصر؟ التحديات اللي بتواجه ان احنا نقوم على منصه الكترونيه كبيره وواسعه ونستغل الازمه الكورونا دي، ممكن تكون هي يعني مش احنا كنا منتظرين ان احنا نعمل التعليم الاونلاين، هي فرصه جت من عند ربنا ان هي يتم التعليم الاونلاين دلوقتي. حضرتك شايفه ازاي نكمل وازاي ان احنا نبقى مستمرين ونواكب العصر العالمي دلوقتي في التعليم الاونلاين؟ شوف حضرتك والله لها يعني نقول اشياء ايجابيه واشياء سلبيه. هنقول الايجابيه ان الطالب بيكون لديه القدره على البحث، ان هو يقعد على الانترنت ويعرف ان هو يطلع بحث، دي حاجه كويسه. ثاني حاجه بالنسبه لكل اعضاء التدريس حتى المجموعه اللي هي من كبار السن اللي كانت عندها رهبه من التعامل مع التكنولوجيا اصبحت دلوقتي انها بقت تدخل واضطرت في هذا الوقت ان هي دخلت بالفعل وتعاملت. ولكن لو هنيجي نتكلم بقى على السلبيات، اول حاجه احنا محتاجين في البنيه التحتيه تطوير وان احنا نقويها، لان الشبكات عندنا لا تتحمل كل هذا العبء فجاه واحده مره واحده. فالمفروض ان احنا نطور الشبكات دي في البنيه التحتيه. تاني حاجة هي بس العيب في التكنولوجيا انها الطالب هيفقد متعة قراءة الكتاب. فبالنسبة ده بالنسبة للقارئ يعني. لكن طبعا التكنولوجيا وتعامل الطالب عن طريق النت وعن طريق الاونلاين طبعا حاجة رائعة، طبعا حاجة احنا بنشجعها وحاجة مفيدة جدا على الاقل في الوقت اللي احنا فيه ده. دكتور احنا شفنا الدكتور جمال السعيد قريبا في الهيئه العربيه للتصنيع بيمر اتفاقيات مع الهيئه العربيه ان هو يعني يشجع المنصه الالكترونيه ويدعمها، هل تم في ده فعلا ولا لسه عليه وقت؟ لا حقيقه انا ما اعرفش حضرتك بتتكلم عن تمام دكتور. طب تمام انا ما اعرفهاش، لكن هو بيشجع طبعا رئيس الجامعه بيشجع طبعا التعليم عن بعد، ودلوقتي كل اجتماعاتنا عن طريق الفيديو كونفرنس مع النواب ومع باقي العمداء وفي نفس الوقت بنتواصل مع الطلاب وبنشوف مشاكلهم ايه وايه اللي نقدر نحلها لهم عن طريق الانترنت بقى سواء فيسبوك مجموعات واتساب، بس احنا على طول مع الطلاب في تواصل. طب بخصوص التواصل ده يا دكتور، يعني كم عدد الشكاوي اللي جت مثلا من الدكتور؟ يعني كان معانا محمد زكي دلوقتي لو حضرتك متابع الحلقه، ده رئيس اتحاد الطلاب جامعه بنها. محمد زكي قال ان احنا بنلاقي دكاتره بتبعت الماتيريال كده جاهز وتقول ذاكروا، يعني احنا مش هنتعامل، مفيش يعني مفيش شرح. بص حضرتك، لا هقول لك على حاجه. اتفضل يا دكتور. في كليات عمليه وفي كليات نظريه. في كليات عمليه هي بتتطلب لازم دخول المعمل. في كليات نظريه ممكن عن طريق المقال والكتاب الطالب ان هو يقدر يقرا. تمام. ففي شكاوي مثلا في ناس مش عايزين فيديوهات. يعني في طلاب يقول لك ايه اكتفي بالمقال، مش عايزين فيديوهات اصلا. مش عايز شرح. مش عايز شرح، انا عايز مقال. وفي ناس تانية زي مثلا اللغات يقول لك لا انا عايز شرح عشان انا عايز افهم. تمام. على حسب، بص مفيش حد عايز حاجة او اتفق على حاجة معينة، وكل واحد بيختلف حسب المادة اللي بيدرسها، العملي اكيد غير النظري، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نريح ولادنا، والدولة نفسها ككل بتحاول ان هي تريح جميع طلاب جميع الاعمار بقى سواء جامعات او مدارس. يعني احنا معلش ما احنا بنشتغل علشان بنحاول نريحهم على قد ما نقدر، وبرضه الطلاب لازم يكونوا فاهمين ان عمرها ما هتبقى زي المحاضره او زي ما يكون
الدكتور قدامه هيسأله، فيعني لازم هيبقى شوية علينا وشوية عليهم طب لحد ما الشكاوى اللي جات لحضرتك يا دكتورة بخصوص الموضوع ده، ان بعض الدكاترة بتتعامل كده، حضرتك اتصرفتي فيها ازاي؟ انا اتصلت بالدكاترة مباشرة ان على هو طول. تمام، ان هو طبعا عنده محتوى لازم طبعا يقدمه، ملوش دعوة ده عاوز او مش عاوز، هو في انا محتوى علمي حضرتك لازم يتقدم. انا عندي في كلية الآداب 356 مقرر يوميا بتابعهم ان هم تم رفعهم للطلاب. تمام. تمام. طب حضرتك برضه يا دكتورة يعني السؤال الأخير، يعني شايفة إن ده دي فرصة لازم إن إحنا نستفاد بيها ولازم إن إحنا ندعمها ونكمل معاها، ولا هي فرصة لازم عند كورونا تنتهي لازم هنرجع تاني للمقرر الجامعي وإن إحنا نحضر ويبقى في حضور وغياب داخل المحاضرة؟ والله انا يعني موضوع حضرتك الاونلاين ده تفضلي أنهو؟ هنرجع. لا افضل، بص انا قلت لك لكل حاجه لها ميزتها وليها عيوبها، ودي تجربه مش وحشه ان احنا نجربها، ليه لا؟ نجربها، واذا نجحت اهلا بيها. تمام يا دكتور، شكرا جدا يا دكتور. العفو. معانا برضو دلوقتي الدكتور حسام النحاس، الدكتور حسام من كلية آداب جامعة بنها قسم الإعلام. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ إسلام. مساء مساء النور الخير. يا دكتور. دكتور حضرتك برضو متابع معانا الحلقة ولا مش متابع؟ لا أنا بصراحة يعني بعيد تمام يا شوية عن دكتور. التلفزيون، تمام، أنا لكن بحسب يعني معاك. حضرتك متابع الحلقة وسامع اتصال الدكتور عبير الرباط. اتفضل معاك، اتفضل. طب يا دكتور برضو هي الأسئلة مش هتختلف كتير عن اللي احنا سألناها عن الدكتور عبير. حضرتك شايف ان التعليم الاونلاين ده لازم فرصة احنا ندعمها ولا لأ؟ بص خلينا نتكلم بصراحة، احنا في امر واقع، والامر الواقع ده بيفرض علينا الحفاظ على صحة ومصلحة الطلاب سواء في التربية والتعليم او في التعليم الجامعي. خلينا نتكلم عن التعليم الجامعي بحكم التخصص، انه ده كان سيناريو متوقع منذ تعطيل الدراسة، منذ القرار الاول لتعطيل الدراسة لازم يبقى عندنا المقررات متاحة اونلاين. المجلس الاعلى للجامعات كان عنده خطة استباقية لهذا الامر، وبالتالي هو اكد على جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ان يبقى في تقرير يومي عن المقررات التي يتم رفعها الكترونيا اونلاين على كافة المنصات. صحيح من باب الصراحة والوضوح اننا لم نكن جاهزين بنسبة 100%، لان اكيد قرار هناك بعض، مفاجئ يا دكتور. هو طبعا انا عاوز اقول لك انه الوباء نفسه اللي تم تصنيفه الان من منظمة الصحة العالمية على انه جائحة، يعني وباء عالمي، احنا كنا مستعدين بقدر كبير من حيث انه كان هذا السيناريو المتوقع، لانه ببساطة شديدة اذا لم يكن الطلاب سيذهبوا الى الجامعات وبالتالي التعليم الجامعي يختلف عن التعليم ما قبل الجامعي، اذا لازم الطالب سيدرس هذه المقررات وهذه المناهج ايا كان الامر وايا كانت الطريقه. فكان الطرح موجود وجاهز وتم التعامل معاه بامتياز. خلينا اقول لك يا استاذ اسلام انه تم التعامل معاه بامتياز. ليه بقول بامتياز؟ لانه من خلال متابعتنا اليوميه ومن خلال متابعتنا لقرارات مجلس الاعلى للجامعات اللي هو في حاله انعقاد دائم منذ تعطيل الدراسة وبداية الأزمة، أنه النسب لرفع المقررات في الجامعات المصرية كبير جدا، مستوى تفاعل الطلاب على المنصات الإلكترونية ومنصات التعلم عن بعد كبيرة جدا. لو بنتكلم عن جامعة بنها أنه نسبة عالية جدا تصل يمكن ل 90% من المقررات في الكليات النظرية والعملية تم رفعها إلكترونيا بأشكال مختلفة، سواء بي دي اف، سواء باوربوينت، سواء محاضرات مصوره للطلاب، وهناك تفاعل من الطلاب على جميع المجموعات والجروبات المتاحه على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. طب يا دكتور كنا سمعنا ان الغياب والحضور بيتخذ من على المنصه اونلاين، هل ده بيتم فعلا؟ لا خلينا نكون واضحين. تمام. انه ما فيش اي غياب وحضور، ولم يعلن المجلس الاعلى للجامعات ولا رؤساء الجامعات عن وجود غياب وحضور، الدراسة معطلة في الجامعات وحتى إشعار آخر، وبالتالي مفيش أي غياب وحضور على تلك المنصات، هي وسائل للتعلم، نحن نريد أن نعلم الطلاب أثناء وجودهم في منازلهم وأن نتابع معهم كافة المقررات سواء كانت عملية أو نظرية إلى آخره، كل كلية حسب تخصصها، نحن نريد أن نفيد الطلاب، لأنه ببساطة شديدة جدا الطالب الجامعي في جميع الأحوال سيدرس المقرر أو المنهج أو المادة في جميع الأحوال، وكل السيناريوهات مطروحة، يعني نحن نتابع الأزمة يوما بيوم،
وقلت لك المجلس الاعلى للجامعات في حاله انعقاد دائم، بحيث انه اي تطور جديد في هذا الامر يعني ان شاء الله هيبقى له سيناريو اخر، لانه يبدو من خلال تحليل للوضع العام ان قرار تعطيل الدراسه في المدارس هيبقى في امتداد له، سيتم مده أكيد بعد انتهاء الفتره المقرره. تمام. طب بس خليني اقول لك برضو ان اكيد في معوقات بتقابل الطلاب وبتقابل بعض اعضاء هيئه التدريس، بنحاول ان احنا نشتغل عليها من خلال ان الجامعات بتوفر الدعم الفني والتكنولوجي، بنحاول ان احنا نشوف اقرب المنصات الى الطلاب، بنحاول نتعامل ان احنا يعني نرفع المقررات والمواد باقل مساحه ممكنه، تعادل سرعه الانترنت ربما عشان الضغط والامتحانات التجريبيه في مرحله التربيه والتعليم، التعليم ما قبل الجامعي، هناك ضغط كبير على الانترنت، واحنا ما كناش مستعدين او شبكه الاتصالات والنت في مصر لم تكن مؤهله بشكل كامل انها تستوعب كل هذا الضغط في توقيت واحد. طبعاً. وبالتالي نحن نحاول ان نتعامل مع هذا الامر من الناحيه الفنيه والتكنولوجيه، وهناك فرق دعم جاهزه من وحدات الاي تي وغيرها داخل الكليات والجامعات تتعامل مع هذا الامر، والامور تسير بشكل طيب. انا ادعو بس الطلاب عشان نبقى صراحه انه الطالب يحاول ان يستفيد، ما يجيش الطالب يقول لي انا عندي مشاكل، عندك مشكله اعرضها وان شاء الله هنلاقي لها حل. اتعلم في بيتك، اقعد اعمل ابحاثك، اعمل شغلك، انت مطالب بالدراسه في اثناء وجودك في المنزل استعدادا للامتحانات. صحيح انه لم يتم حتى الان اعتماد جداول الامتحانات او تحديد موعد نهائي. طب الامتحانات الميد ترم بس هي اللي تم الغائها، وستضاف درجاتها الى درجات نهايه الترم الثاني. بخصوص الموعد يا دكتور بعد اذنك، بخصوص الموعد، هل حضرتك ان احنا شفنا دلوقتي البيان بيطالب ان المقرر ينتهي ال 15/3، يمتحنوا ال 15/3 فقط وما بقى يتشال. يا استاذ اسلام، تمام. احنا مش في حرب او في منافسه مع التربيه والتعليم، قلت لك الوضع في التعليم الجامعي يختلف، هناك مقررات وهناك تطبيقات يجب ان الطالب الجامعي سواء في الكليات العمليه كليه الطب والصيدله والعلوم او حتى في الكليات النظريه في كليات الاداب والتربيه الى اخرها، يجب ان الطالب يعرفها، لازم يدرسها. موضوع التربيه والتعليم ده موضوع منتهي، احنا مش في خناقه انه التربيه والتعليم قرروا لغايه 15/3، وبالتالي انا بقول لك على حاجه انه في نهايه الامر لن تعقد الامتحانات اللي هي امتحانات نهايه الترم الثاني الا بعد ان يستوفي كافه الطلاب على مستوى الجمهوريه، طلاب التعليم الجامعي، كافه المقررات المطلوبه والمكلفين بيها. شكرا يا دكتور. ما فيش طالب ان شاء الله يبقى عنده اي مشكله، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يرفع هذا البلاء وهذا الوباء في القريب. شكرا لدخل سيادتك يا دكتور، وان شاء الله يعني الوضع يبقى احسن من كده. دلوقتي معانا طالب من اسم محمد احمد من جامعه القاهره. جامعه القاهره احنا شاهدنا فيها رئيس اتحاد الطلبه يعني مشكله كانت كبيره، ورئيس اتحاد الطلبه يعني على ما اسمع ان هو تم اقالتها او ما بقى، مش متاكدين من هذا الكلام، فهو ياكد لنا. محمد احمد معانا. الو، معاك يا فندم. مساء الخير. اهلا يعني وسهلا. حابين تعرض لنا المشكله ايه الاول؟ المشكله بتاعت اتحاد طلاب جامعه القاهره يعني؟ ولا المشكله عامه؟ ايوه، المشكله بتاع اتحاد جامعه القاهره. في الاول هي رئيس اتحاد الجامعه عندنا من كليه الاعلام جامعه القاهره، وهي كانت طالعه في حوار صحفي في محاوله لطرح المشاكل والازمات اللي بتواجه الطلبه في خلال التعليم الالكتروني، وللاسف هي خرجت صرحت وقالت ان على ما تم نشره ان جامعه القاهره والنظام الالكتروني ماشي بشكل كويس، لكن الحقيقه انها بعد كده بعد ما اثارت جدل كبير جدا في وسط الطلاب، الا انها طلعت تاني بعدها بكام يوم وصرحت وقالت انها ما كانتش تقصد من كلامها ده، ولكن كانت تقصد انها بتقارن النظام الالكتروني لجامعه القاهره بالنظام الالكتروني لباقي جامعات مصر، وكانت بتؤكد ان الطلبه بتواجه مشكلات وان هي بتحاول تحل المشكلات دي. ده غضب الطلاب. انت محمد بتتابعنا دلوقتي؟ ثواني، في غضب طلاب جامعه القاهره من بيان الصادر باسم اتحاد الجامعه، ده اللي احنا كنا شايفينه اللي هو تم نشره، وشفنا تقريبا ان هي اسمها دارين وقالت ان انا يعني ان الجامعه فيها منصه الكترونيه قويه. بالظبط، مظبوط. بالظبط، هي قالت كده. ده بيتنافى وبيتعكس من اللي انتم شايفينه في ارض الواقع، ان الجامعه لا للاسف ما فيهاش منصه قويه ولا حاجه. سمعنا يا محمد؟ لا، هو طبعا عندنا مشكلات كبيره جدا في كون ان
المنصه الالكترونيه ضعيفه والانترنت ايضا ضعيف وان المحتوى الالكتروني كمان التعليمي قد يكون غير دقيق وغير غير مشابه يعني للحقيقي. الا ان برضه جامعه القاهره فعلا زي ما رئيس الاتحاد قال الدليل انها بتتميز اكثر عن النظام الالكتروني الباقي الجامعات المصريه، خصوصا ان احنا اصلا بنشتغل عندنا في كليه الاعلام جامعه القاهره كل ترم او كل سنه بناء على جدول الكتروني بنقوم بتنفيذه. احنا بتواجهنا مشاكل كبيره اي نعم ساعات واحنا بنعمل الجدول ده، ولكن في النهايه بنعمله بنقوم بتنظيم حاجات كتير جدا من المواد. يعني في النهايه كان في استياء من البيان اللي صدر من رئيس اتحاد الطلبه. طبعا كان في استياء من البيان. شايف انهي احسن بقى محمد، ان التعليم الاونلاين افضل ام التعليم ال لا بطبيعه الحال لو في منصه الكترونيه قويه، لو في امكانيات متوفره تسمح بالتعليم الالكتروني عن بعد، فبطبيعه الحال هيكون التعليم الالكتروني كفته هترضى. ولكن في كون ظل هذه الظروف اولا، وفي ظل ازمه كورونا، وفي ظل تشتت الطلاب وقلقهم وخوفهم من بكره وما سوف ياتي، بيخلي الطالب مشتت اصلا ومش ما عندوش قدره على التركيز سواء في ماده دراسيه او في شرح او غير ذلك. ده اول عنصر معانا بيخلينا متوترين في قصه النظام الالكتروني. ثاني عنصر طبعا العنصر اللي هو ضعف الانترنت في مصر وضعف المنصه الالكترونيه وضعف الامكانيات وما الى ذلك، برضه بيؤدي ده معانا الى قله التركيز وقله المحتوى الالكتروني، وان كافه التعليم الالكتروني طبعا مش بتبقى ناجحه بالقدر الكافي او بتبقى مساويه. محمد احنا بنشكرك على المداخله الطيبه منك، وان شاء الله يعني نشوف حل التعليم الاونلاين في مصر، وان شاء الله يكون سنه سعيده على الطلاب وعلى اهالينا ومصابين فيروس كورونا، وان شاء الله نشوف الاطباء والدكاتره والتمريض يعني خارجين لنا بكل خير وبالف سلامه، وان شاء الله ما نشوفش اصابات تاني داخل المجتمع المصري ولا العربي ولا الافريقي ولا الاجنبي حتى، ان شاء الله نسمع عنهم كل خير. دلوقتي هروح لفصل اعلاني، بس قبل ما اروح لفصل الاعلاني انا عايز يعني دي رساله وصيه ان انا اوجهها دلوقتي قبل ما اروح للفاصل. في احمد محمد رزق عبد الرحمن، احمد من قرية كفر منصور، هو بصراحه موجه لي رساله ان الناس تفضل في البيت وتلتزم وما تخرجش عشان فيروس كورونا ما ينتشرش. طيب قبل ما نطلع الفاصل معنا دلوقتي الاستاذ خالد قناوي، ده مشكله المينا، المينا هي في مينا سفاجه تقريبا قبل الفاصل، لان وقت اعلاننا الوقت البرنامج مش هيكفي للاسف. معانا الاستاذ خالد قناوي. ايوه يا فندم مع حضرتك، اتفضل. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ استاذ خالد عايزين دلوقتي يعني نكلم حضرتك، ايه المشكله دلوقتي داخل المينا؟ حضرتك في مينا سفاجه. حضرتك يا فندم احنا في قرار صدر من ساعه بدايه الازمه بتاعت فيروس كورونا اللي اصاب كل الدول العربيه وكل العالم المحيط يعني، تمام كده؟ تمام. واحنا حضرتك مع كافه الاجراءات الاحترازيه التي تتخذها الدول للحفاظ على مواطنيها، ولكن تمام. هناك المفروض حضرتك اجهزه قياس عاليه جدا لابد من اتخاذها تجاه السائقين او اصحاب الشاحنات التي تمد الدول العربيه بالمواد الغذائيه المختلفه او بالخضروات والفواكه، تمام كده حضرتك؟ تمام سامع. حضرتك في اجراء بيتم حاليا دلوقتي لدخول المواد الغذائيه والخضروات والفواكه من مصر او من جمهوريه مصر العربيه عبر ميناء سفاجه المصري الى ميناء ضبا السعودي البراد، اللي هي الحاويه التي تحمل الخضار او الفاكهه او المواد الغذائيه بدون راس القاطره اللي هي الشاحنه والسائق. تمام. تفضل حضرتك. المشكله في العنصر البشري ان هو ما يدخلش الاراضي السعوديه، مش المشكله في هم منعين العنصر البشري حضرتك، خدت بالك ان هو يخش المملكه العربيه السعوديه، خدت بال حضرتك؟ تمام. ان هو يخش المملكه العربيه السعوديه على اساس ان اللي هيبقى القادم من اي دوله ممكن يكون متعرض للفيروس، اصابته بالفيروس، خدت بال حضرتك؟ تمام كده. مع العلم حضرتك ان في سماح لبعض السائقين من الدول الاخرى زي الاردن، بيتم دخول السائق الاردني من على منفذ اسمه منفذ الحديثه او العمري او حاله عمار، ودي منافذ مرتبطه بينها مباشره وبين الاردن. حضرتك في مناطق طيبه دلوقتي يا استاذ خالد صح؟ انا في سفاجه حضرتك. سفاجه تمام. فهل حضرتك السائق الاردني اللي بيخش مباشر من الاردن مع السعوديه، هل السائق ده حضرتك او الاردن شقيق ما عندهمش اصابات بالفيروس،
وهل مصر الوحيده بس المصابه بالفيروس بتاع كورونا حضرتك عشان يتم منع السائق ودخول المواد الغذائيه بدون السائق؟ طب انتوا بتناشدوا مين دلوقتي ان هو يحل المشكله دي يا استاذ خالد؟ يعني احنا بنناشد السفاره المصريه في السعوديه ولا بتناشد لا لا لا, لا 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 حضرتك احنا بنناشد السيد كامل الوزير وزير النقل عندنا السيد خدت بال حضرتك للتدخل لدى الجهات السعوديه او لدى السلطات او الخارجيه المصريه مع الخارجيه السعوديه لان بالسماح لدخول السائق المصري مع شاحنته وتفريغ البضائع في ميناء ضبة وعدم الخروج من الميناء ويتم نقل البضائع المصريه او الصادرات المصريه في شاحنات سعوديه ولكن الشاحنه تكون كامله بالسائق بتاعها تكون دخول الشاحنه طيب الى ميناء ضبة. احنا بنطلب الاعداد برضو قبل ما ننهي حلقتنا احنا لازم يبقى في اتصال دلوقتي مع الدكتور ايمن لازم نجهز الدكتور ايمن دلوقتي ان احنا نتصل بيه نحاول الاتصال بيه تاني على الانترنت حتى لو ما فيش اتصال من التليفون المحمول يبقى على الانترنت كمل يا استاذ خالد انا سامعك احنا حاليا دلوقتي ده تسجيل ولا ده على الهواء تمام كمل يا استاذ خالد انا سامعك انا بقول لحضرتك انا حضرتك والله سامعك اتفضل ما انا بقول لحضرتك ده تسجيل ولا ده على الهواء انا حضرتك كمل فانا بقول لحضرتك نناشد السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل للتدخل لدى السلطات السعوديه او وزاره الخارجيه المصريه المهندس سامح شكري وزير الخارجيه خدت بال حضرتك تمام لالغاء هذا القرار التعسفي واخذ كل الاجراءات الاحترازيه في ميناء ضبة على رصيف الميناء والكشف على السائقين المساحبين للشاحنات المصريه وده بيتم حضرتك في ميناء العقبه الاردني كان بيتم عند نزول السائقين من العبارات القادمه من مصر في من ميناء نويبع في اتجاه ميناء العقبه استاذ خالد بيتم الكشف اتفضل معلش يعني انا مش هقدر اقطع على المقاطعه هو تقريبا انا معايا دقيقه واحده هاني بقى حلقتي وان شاء الله يعني وعد ان احنا نتصل دلوقتي بمكتب معالي وزير النقل والمواصلات وان احنا نحاول نوصل مع للحل ونشوف ايه المانع من دخول الاراضي السعوديه دي وعد ان احنا بعد البرنامج حضرتك الاعداد هيتواصل معاك وهيتواصل مع مدير مكتب وزير النقل وهنقدر نحل المشكله دي باذن الله يعني. في نهايه هنقدر دلوقتي ننهي حلقتنا لان للاسف البرنامج انتهى ويعني بنتمنى الشفاء للدكتور ايمن سليمان من كفر منصور من كفر عابد يعني في الشفاء العاجل هو كان متواجد معنا بس للاسف دلوقتي هو عنده جلسه استنشاق بنتمنى له كل خير وان شاء الله تعود لاهلك بكل خير يا دكتور. وان شاء الله المجتمع المصري بنأكد تاني والمجتمعات العربيه والاسلاميه كلها تبقى بخير. ده نهايه حلقتنا وان شاء الله نلتقي كل يوم حد الساعه 4 كان معكم في الحلقه اسلام نجم.